السلام عليكم طلاب الصف الرابع، كيف حالكم؟ أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم اللغة الإنجليزية ضمن سلسلة تعلم اللغة الإنجليزية. تذكرون درسنا الماضي كان عن الكلمات المتعلقة بالمدرسة school time words. school time words. الآن سنأخذ تمرين متعلق بالكلمات المتعلقة بالمدرسة، حيث مطلوب مننا أن نقرأ الكلمة ونضعها مع الصورة المناسبة من هذه الصور التي ترونها. Number one, bookcase. Bookcase. لو نظرنا إلى الصور bookcase، أي صورة هي bookcase؟ Bookcase. إذن هذه هي الصورة الصحيحة. Bookcase مكتبة الكتب. Bookcase مكتبة الكتب. رقم number two. Glassroom. 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 الصف. الصف. أي واحدة هي الصف من هذه الصور؟ إذن هذه هي الصورة الصحيحة. الصف. Glassroom. Computer room. Computer room. Computer room. أي صورة هي computer room؟ إذن هذه هي الصورة الصحيحة. Close the book. Close the book. Close the book. أغلق الكتاب. أي صورة تدل على إغلاق الكتاب؟ Close the book. إذن هذه هي الصورة الصحيحة. Close the book. Playground. 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 أي صورة هي playground؟ إذن هذه هي الصورة الصحيحة. playground الباحة. playground الباحة، حيث يلعب الأطفال. playground. notebook. 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 أي هي notebook؟ أي واحدة notebook؟ إذن هذه هي الصحيحة. الدفتر. notebook. ruler. 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 أي واحدة هي ruler؟ إذن this is ruler. مسطرة. ruler. library. 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 أي صورة هي library؟ إذن هذه هي الصورة الصحيحة. المكتبة. library. gym. 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 أي صورة هي gym؟ إذن هذه هي الصورة الصحيحة. جيم، الصالة الرياضية. إيريسر. 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 أي صورة هي إيريسر؟ إذن هذه هي الصورة الصحيحة. إيريسر، الممحات. بن. 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 إذن هذه هي الصورة الصحيحة. بن، القلم الأزرق. بنسل. 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 This is pencil. هذا هو قلم الرصاص. بنسل كيس. بنسل كيس. بنسل كيس. حقيبة أقلام الرصاص. أي واحدة هي حقيبة أقلام الرصاص؟ إذن هذه حقيبة أقلام الرصاص. school bag. school bag. school bag. حقيبة المدرسة. هذه هي إذن حقيبة المدرسة. open the book. open the book. open the book. افتح الكتاب. أي صورة تدل على فتح الكتاب؟ إذن هذه هي الصورة الصحيحة. open the book. pencil sharpener. pencil sharpener. المبرات. إذن أين هي المبرات؟ ها هي المبرات. pencil sharpener. طبعا لهون بكون نحن وصلنا لنهاية درسنا ووصلنا الكلمات مع الصور. رح نرجع نقرأ الكلمات من جديد. bookcase. classroom. computer room. close the book. playground. notebook. ruler. library. gym. eraser. pen. pencil.
pencil case, school bag, open the book, and pencil sharpener. إذا لهون بكون وصلنا لنهاية درسنا. مطلوب إنه نحفظ الكلمات ونوصلهم مع الصور بشكل صحيح. See you soon. Goodbye.